الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في القرآن رب العالمين كتاب أخونا الكريم ده بياد بيجا وما أنت بمسمع من في القبور بيجا تي إش قبر ده أوات كاسا نابيزا أهل القبور لا يسمعوا شيئا أهل قبري تتشتي نابيزا لماذا حتى لو كانوا يسمعوا لا ينفعوننا بشيء حتى أو ببيزاجي ترى تفايدين هذا من الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار؟ كيا أو يقدس يودا باكي بيسي هيا؟ هل أحد جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه من دون الله؟ هذا شرك أكبر. لم يصنع هذا أحد من الصحابة من الأئمة. نج أصحابي في خمبري ما نج إمامي حجر إمامات تكاسي نهايت يبا قبري في خمبري ما دعاء نخستيش في خمبري ما. فتأتي عند القبر زيارة شرعية فقط سويش تقريبي بقبر زيارة شريعتي با شريعتي تشتر رئيزن داتو ايزني با ببقبر اما ان تتكلم مع صاحب القبر هو لا يسمع اما تبي اهل قبر رخبر دي او مريم مريه نرمي قبر رتخبر دي اوات انا بيدا ولو سمع لا ينفع ولا يضر هرك او ببيزا جيني كورانا جواتا بدا ناد كورا زرار بدا ناد كورا فايدة انت افضل منها الان تستطيع تعبد الله تدعو الله سبحانه وتعالى سبحان الله لا أحد يعبد زيفة ميتة